ما تحاول تسأل كيف وليش قلبي مكسور، أحسن ما حطك بليحة المتهمين. ترك هالقصة ليوم تاني، خلص انسى. اسمي رح يكون معهم؟ يا عيني عليك. اسمع، إذا أنت كنت حابب تخلص من كسرة قلبك فأنا عندي حل سحري بيزبط أكيد. إذا كنت مصر تعال بكرة على قصري. في بو، أنا بظن إنك صرت بحاجة لعلاج نفسي ضروري جدا. أنت فكرتيني مجنون؟ ها؟ أنا مجنون؟ إيه يعني بالنسبة لمدى هوسك أنت مريض، مريض نفسي عن جد. أنا مش مهووس، الموضوع مش هيك، أنا شفتن بعيوني. أنجوري كانت عم تعبط مدان موهان، وكانت كتير كتير مبسوطة ومرتاحة، كانت مرتاحة أكتر ما لازم. بدي أسألك سؤال في بو. نعم. أنت كنت بوعيك؟ شو دخل هيدا الشيء إذا أنا كنت بوعي ولا ما كنت بوعي؟ ما فهمت. لا بس جاوب على سؤالي هلأ، كنت بوعيك؟ إيه ولا لا؟ إيه صح 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 صح. بصراحة تيكا وتلو هني جبروني إني روح أسهر معهم، كان باقي معهم شوية عصير مش أكتر من هالقد يعني، بس ولبين ما خلصوا كنا تأخرنا. أنا ما رح أسأل إمتى خلصت السهرة ورجعت على البيت، بس واضح إلي إنه هالأيام حتى شوية سهر عم بيخلوك تصير بلا عقل. أنت شو قصدك بلا عقل؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. بقصد إنه أنت بتسهر شوي وبعدها بتفقد وعيك وبتصير تشوف النجوم بالنهار. أنت غلطانة كتير، أنا كل ما عم بسهر عم صير أوعى، وبعد بدي شي سهرتين بصير أوعى من كل يلي شبعاني النوم اللي بتعرفيهم. أنت عن شو عم تحكي؟ حلو، شو هالإنجاز الكبير؟ بدك جايزة؟ أنا ما بدي جايزة، أنا بس بدي منك على القليل توثقي فيني ببعض الأحيان. هالكلام الفاضي كله ما بيعبي لي راسي أبداً. بتصدقي إذا شفتي هيدا الشي بعينيك؟ بالأول بشوف، بعدين منتناقش. بس إذا شفتي بتصدقي؟ إذا كان هالشي منطقي يا فيبو فأكيد أنا رح صدقه، بس ما رح صدق أي شي من حكيك بس لحتى أرضيك. تعي لفرجيك لك. يلا جاي. يلا جاي. تعي معي. يلا قلت لك جاي. حبيبتي أنا متأكد إنه في شي فظيع صار. شو صار يعني؟ فيبوتي شافنا ونحن ضامين بعض، ما لازم هيك. وإذا شافنا يعني؟ ما بيقدر واحد ومرته يحبوا بعضهم؟ بيقدروا يحبوا بعضهم، بس انتي ما عم تفهمي الموضوع. الناس مفكرين اني مادان موهان تيواري ابن عمه لمان موهان تيواري. لا تقولها، تعرف انه انا نسيت هذا الشيء تماما. انتي نسيتي هذا الشيء، بس هو مو هيك مفكر بالمرة. هو مفكر انه أنجوري عم تخدع زوجها. ليش هيك؟ انا متأكد انه رح يجيب مرته ويجي، بده يثبت لها انه في رابطه سيئه بيناتنا نحن. ايه بس انا رح اشرح هذا الشيء لاني لك. انت شبك، ما لازم تقولي شيء لاي حدا، هيك القاتل رح يعرف. وانت رح تصيري ارمله حزينه كتير وتلبسي ساري ابيض. يا حبيبي شو 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 لازم نعمل لكان؟ قلي. انا هلا رح اقول لك شو لازم تعملي. ماشي ماشي. إيشو إيشو؟ معقولة يا مرت أخي؟ ما بقبل. ما فيني، أنا بنام بالصالون وأنتي بتنامي بغرفة النوم. لا ما بصير يا ابن عم زوجي، أنت ما بتجي لهون دائما، أنت بتزورنا مرة واحدة بالسنة. اسمع مني، بدل ما تنام بالحفرة نام بالغرفة. ما أنا حفرة، صالون مرت أخي، صالون. إيه مثل ما قلت. لكان أنا رح نام بالصالة هون وأنت نام بغرفة النوم. لا 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 مرت أخي، أخي مانو بالبيت لهيك، واجب اهتم بشؤونك. واضح إنه كل شي طبيعي، بس أنا ما فهمت شو عم بيصير بعقلاته لفيبو. نامي بغرفة النوم وأنا بنام بالحفرة. بقصد أنا رح نام بالصالون. ماشي؟ إيه؟ ماشي ماشي. شكرا إليك. بتمنى تعيش حياة باهتة. لا لا مو باهتة، لا مو باهتة، بتمنى تعيش حياة هنيئة يا ابن عم جوزي. ايه ايه مثل ما قلت. ايه. يا سلام.
نزع لي نومي كله. شو؟ راحت؟ ايه راحت راحت. عمل عمل، شو شفتي؟ شفت انك جنيت. شو قصدك؟ في بو لازم تروح تفحص حالك لانه اكيد عقلك ما عم يشتغل منيح. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ انت اللي شو عم بتقول يا في بو؟ شو عم اقول انا؟ قلت انه انجوري وابن عم زوجها مدن مهان في شي غلط بيناتهم. انا ما قلت عن شي سمعته، انا شفتهم، انا شفتهم بعيوني، كانوا عم يعبطوا بعض وكانوا كتير منسجمين، وانا متاكد انهم حابين بعض. انا مش عم هلوس، عبطوا بعض. اسمع، وانا كمان شفت بعيوني اثنين. شو؟ مدن مهان تيواري بيحترمها كتير لانجوري. شو؟ ايه يعني صار تطور جديد بالقصة؟ انا بعتذر بس ليكي، انا رح جرب ارجع اشوف. روح روح روح، يلا روح. اشتقت لك كتير يا